بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. هذه سيداتي وسادتي حلقة جديدة من برنامج في حب الحرمين الشريفين، وهو البرنامج الذي يتحدث عن توسعة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة والحرم المكي الشريف بمكة المكرمة. وتلك هي التوسعة التي أمر بها وقام على رعايتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز طيب الله ثراه. ويسعدني أن أستضيف اليوم المهندس الذي قام على تخطيط وتنفيذ هذه التوسعة، وهو الدكتور محمد كمال إسماعيل، المهندس المصري العربي المسلم الذي يلقب بأستاذ الأجيال وشيخ المعماريين وعبقري العمارة الإسلامية. أهلا بك يا سيدي.